بالراحة. يلا يعطيك العافية. شو تسوون؟ استم وقفوا كل شيء، لا تشيلوا شيء. بس 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 كمل كمل أخوي، ماكش فيها كمل. أنت إيش قاعد تسوي؟ رزان هذا البيت بيتي أنا. لا مسعود هالبيت بيتي أنا بعد. لا 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 أنتي غلطتي ولازم تتحملين عواقب غلطتك. مسعود أنا ما أدري إن أبوي بيطقك، وبعدين يعني أنا ترى زعلانة عليه. آه تقصدين اللي سواه فيني؟ على فكرة أنا هذا كله مو همني. ليش؟ لأن أنت طول عمرك أنانية وما تفكرين إلا بنفسك. مسعود قلت لك أنا زعلانة على أبوي ومو راضية على اللي سواه. زعلتي ما زعلتي زعل بويعل. أنا الحين اللي همني شيء واحد، إن أستمتع بحياتي جديدة بفلوس بيتي اللي أنا بعته. بعت البيت؟ إيه بعت البيت. لا أنت قاعد تتغشمر صح، أنت ما بعت البيت. لا لا بلا بعت البيت. إيش فيك؟ ما عليه مسعود، ايش رايك ان احنا نفتح نيو بيج؟ خلينا نتحاور مع بعض، احنا ما تناقشنا. ما يصير ما يصير، في امور اذا راحت ما ترجع نفس قبل. يعني مثل حالتنا الحين، انا ما قمت احبك، يصير ارجع احبك؟ ما يصير، البيت هذا راح ما راح يرجع. يعني مو كافي اني انا مظلومه من خيانه ابوي لي، انت بعد الحين تخليني هومليس؟ انت اساسا المفروض تكونين هومليس من فتره طويله على فكره. شو يعني ما راح تخليهم يوقفون يشيلون الاثاث؟ نو بس هذا الأثاث لي. بس أنت شريتيه بفلوسي. شوف يعني أنت تدري إني أنا اللي شريت الأثاث، يعني كل الأثاث اللي بالبيت يخصني أنا. البيت مولك. لا بيتي مولك. راح تطلعين؟ ماني طالعة ماني طالعة. راح تطلعين؟ لا ماني طالعة أقولك ماني طالعة. تطلعين يبا صاير مسعود مع البيت. إيه والحمد لله إن أنت وصلتوا، عشان إذا أحد فيكم لا أغراض فوق خلي ياخذها من الحين. احنا عموما جايين ناخذ البيت بكبره. شنو يعني؟ يعني انا شريت البيت. يعني حتى يا مسعود ما تفاوض على السعر. انت بعت البيت على ابوي؟ لا والله انا بايع حق شخص ثاني.